وللمزيد حول سلم الرواتب والوعود التي يراها المراقبون مجرد حبر على ورق، ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحساني. حياكم الله أستاذ كامل. مرحبا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ كامل. احتجاجات حاشدة شهدتها عدة محافظات ضد سلم الرواتب في الموازنة الجديدة. السؤال هنا، لو طبقت الحكومة العدالة المالية في توزيع الرواتب، برأيك هل كانت لتخرج هذه التظاهرات؟ يعني هذه ظاهرة التوظيف هي المفرغ للفساد والإفساد، ودائما هم نفسهم القادة يعتبرون حتى هذه الاحتجاجات الشعبية ظلم والإنحراف والإجرام، يعتبروها مطالب توظيفية. والحقيقة هاي الظاهرة يعني بدت مع الاحتلال، الاحتلال هو اللي حاول أن يغطي على أخطائه بالتوظيف الواسع الأفقي، والآن هذه العصابات اللي يسموها أحزاب وسلطات تمارس نفس العمل، وطبعا بدعم من ومشورة من القوى المالية الدولية، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لأنهم دائما يبررون انه هذه الاحتجاجات هي بسبب المطالبات الوظيفيه، والبنوك الدوليه مفتوحه لاغراض الحكومه حتى تستقر الاوضاع على ما هي عليه ولن تنحل هذه المشكله. يعني رئيس الحكومه الذي يدعو الى مكافحه سماها جائحه الفساد الان يعرض مليون وظيفه، وهذه المليون هي مليون وظيفه فساد ستضاف الى جائحه الفساد. وتعرفون انه كل موظف لا يسعى فقط الى راتبه الحلال، وانما الكثير من المسائل المتعلقة بالنفوذ والابتزازات، وهذه كل الناس تعرف انه كل موظف هو جلاد لاصحاب المصالح واصحاب الحاجات من المواطنين البسطاء. يعني هذا هو واقع التوظيف بالعراق. بحسب اللجنة الاقتصادية النيابية، فان سلم الرواتب في الموازنة الجديدة يحتاج 16 تريليون دينار. يعني برأيك أستاذ كامل، من أين للحكومة أن توفر هذا الرقم الكبير؟ هل ستلجأ إلى الاقتراض مرة أخرى، أم ستذهب لربما إلى السحب من الموازنة الاستثمارية، أم ماذا؟ الحكومة دائما تخطط أنها ستصمت قليلا، وإذا حصل انفجار طبعا ستلجأ إلى القروض الدولية وإلى الموازنة المتعلقة بالقسم الاستثماري وتسد هذه الحاجات الشعبية إذا كان هنالك ضغط. ومثل ما سمعتوا تابعنا أمس، كان أكو لقاء مع مسؤولة من صندوق النقد الدولي مع وزيرة المالية، وكل الأمور مرتبة وجاهزة وحاضرين هم اي انفجار يتعلق بالضغط على الحكومه لتوفير رواتب او حتى تصعيد الرواتب. وبتعرف هذه المليونيه يعني ستقوي القدره الشرائيه للعراقيين، وبالتالي التضخم يزداد، وبالتالي هذه المعاشات تصبح لا شيء، وستستمر هذه المطالبات وهذا السيركل من المطالبات بالتوظيف وبزياده الرواتب. نعم. أيضا، ما مدى تأثير الفساد في تحويل التوظيف إلى حالة الترهل الوظيفي الذي بات يستوعب قرابة 6 ملايين موظف كما ذكرنا؟ يعني الحكومة مثل ما بينت الآن تمعن بموضوع الإفساد، إفساد القوى الشعبية بهذا التوظيف، وتعلم تماما أن هذا التوظيف لا يأتي للعراقيين إلا بمزيد من الفساد والخراب والإجرام وتجاوز على الوظيفة العامة والمال العام. أما موضوع البناء وتوفير الخدمات وحاجات الناس فهذا مستبعد، المهم إسكات الناس وجعلهم قطعان مستسلمة للوظيفة العامة. هذا هو السياسة المتبعة من الحكومات السابقة والحالية، وستستمر إلى أن يتصحح الوضع. متى يصلح الوضع ما ندري. طيب، في ظل هذا التخبط، هل يمكن للحكومة أن تحرز بالفعل تقدما على المستوى الاستثماري والخدمي في ظل استهلاكها جل الموازنة في نفقات تشغيلية متمثلة في رواتب موظفين؟ الحكومة ستحرز تقدم بالفساد والإفساد، أما بموضوع الخدمات والاستثمار فهذا مستبعد.
كل الجهات حتى الوطنية والدولية تتجنب الاستثمار بالبيئة العراقية الفاسدة، لا ثقة بالمؤسسات التنفيذية الأمنية ولا القضائية، لا بل حتى الشركات العالمية التي تستثمر بالأموال العراقيين في الداخل تتعاقد مع الحكومة العراقية على شرط أن يتم التحكيم أمام محاكم دولية وغرف التحكيم الدولية، لأنها لا تثق بالمنظومة العدلية العراقية ولا بالأجهزة التنفيذية في العراق. هل يمكن القول يعني في ظل هذه المعطيات كلها، هل يمكن القول إن الوعود الحكومية بتعديل سلم الرواتب أصبحت مجرد حبر على ورق، أم أن لديها ما تناور به مجددا؟ لا الحكومة ستناور، وربما إذا كان الضغط الشعبي قوي ويحرجها سترفع من سلم الرواتب وتقرض، والبنوك مثل ما بينت البنوك الدولية جاهزة لأن تقرض العراق. أولا العراق قوة الائتمانية عالية بسبب بيوعات النفط، والثانية أن القوة الدولية تريد استقرار العراق بأي ثمن على حساب الفساد، الخراب الأمني، الخراب الحياتي، الخراب المعيشي، المهم تستقر الأوضاع، هنالك حكومة تمثل هذا الشعب. نعم، إذا كنت ضيفنا عبر الهاتف من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات الأستاذ كامل الحساني، شكرا جزيلا لك.